هي أحبب إخوان لحضرين معانا والغيبين هما راهم طلعوا لنا الدم هاد الإخوان دمروا لنا البلاد وكيزيدوا حتى الولاد الله ياخد فيهم الحق أو اللي حسهم الطق ويه دمرتوا البلاد وزدتوا لنا حتى الولاد الله ياخد فيكم الله ياخد فيكم الحق واللي حسكم غير الطق صورتوا لنا الأمراض صورتوا لنا السم بين عليه ما يحسن كتمروا البلاد كتظهروا لينا الولاد كتمروا البلاد كتهلكوا لينا الولاد نتوما نفسكم والله بنتحسوا نتوما لي تحسوهم وتقولوا اليوم سيسيا حيث عندكم لا فاليدكم الصحية لا فاليدكم تقول حسن حتى هي غادي تدي هي جاي تجيب هي الوطنة الهية وتشوف المسؤولية هادوك ضحايا ضحايا ومرات ماشي مجرمين علاش نشوفو فيهم الشيطة ونجرحوهم من هما المسؤولين من هما المواطنين من هما المسؤولين وفين هما طايشين من شبو الدم الناس ضربو كاس مع كاس شرط النجاح خلي المسكين ديما في البير يتلاح ولادهم في الخارج يقراو ولادنا في قلوب يرغى يرعاو واش هذا منطق واش هذا حق واش هذا منطق والحق هادي هضرة وفهموني اش نقول لكم هي هادي بلا فاليد جاي بلا فاليد هادي بلا فاليد جاي بلا فاليد هادي في مهمة تنا هادي في مهمة